على ايه؟ اللي تم اهانتها وتم سبها وقصفها بالفاظ مش كويسه، ان انت رخاصه وبتتكلمي بالاسلوب ده ليه؟ وطبعا ده يتنافى مع المنطق ان انت يعني يبقى انا شايل حشيش في جيبي وهعمل الموضوع ده كله. تمام؟ فهو طبعا لما هي نوهت عن شخصها، الله ينور يا سعد، لما نوهت عن شخصها هو من خوفه بقى من الموضوع خلاها نوهت عن شخصها بقى. قالت له انت ما تعرفش انا مين، فبالتالي هو عرف مين شخص الايه؟ مين هي قدامه. ايه كينونتها في الحياه؟ كينونتها هي ان هي بنت محي الدين النرش. تمام. ملياردير معروف. تمام. تمام؟ وزوج والدتها ممدوح البلتالي وزير السياحه الاسبق. تمام. هي كشخصها هي صاحبه مصنع اساس. تمام. تمام؟ يعني مستوى اجتماعي ما هياش بسيط. تمام. الظروف اللي بره الموضوع اللي اتعرض على ايه؟ مين جوزها؟ لا هي مطلقه. مطلقه. طيب انت كملت معاها ولا الموضوع انتهى؟ مكملين لسه النهارده جايبين اللي ظهر للناس بناء على الفيديوهات اللي صرح الضابط تصويرها بناء على ما ورد بالتحقيقات ان احد موظفين في مصر في المطار قام بتصويرها. خدت بالك سعادتك؟ تمام. يعني هو هنا عايز يظهر الجانب الخاص بيه. في حين ان هو الصوره بالنسبه لنا مش كامله. يعني انت المفروض تجيب لي ايه اللي وصل الموضوع لكده؟ كل فعل رد فعل، انت ما جبتش الموضوع، انت ما جبتش انت عملتها ازاي؟ جبت هي عملتك ازاي؟ طب هي عملت كده هل هي مش متزنه عقليا؟ هل هي انسانه يعني غير اهل للثقه؟ انت فاهم؟ وصلتني لكده لايه؟ لسوء المعامله من اساس الموضوع.